كل اللي انا بقوله لكم ده، وانه اللي بره زعلانين ومتضايقين، واللي جوه ما لهمش مكان، واللي محمود حسين بيعمل ايه، وابراهيم منير بيضرب مين وبيستوي، كله الكلام ده كلام فارغ. انا بقول لكم كله كلام فارغ. بس الكلام ده معناه ايه لما يجي ياخدوه وبعض الجرايد تروج للكلام ده؟ بيروج عشان هو يفضل طول الوقت الفكره موجوده، فكره التنظيم تستمر. ولما يجي وقت اللي انا لسه بقول لكم عليه من شويه، طب احنا النهارده في ناس جناح بيقول ان احنا جناح مش عايزين عمل عسكري وارهاب، عايزين مسالمين، دعوه سلميه، وانه اي حد يرفع السلاح ويتكلم على السلاح بيتفصل من الجماعه وملوش علاقه. ده طلع واحد مكتب اداري تقريبا اسمه محمد جمال اسمه من اسيوط، ماسك مكتب اداري كان بيشيل الجزمه، انا اسف يعني، بتاعت محمود حسين. ايوه بيقلعوا الجزمه وشيلها له يعني.